أجواء احتفالية مبهجة في عدد من محافظات العراق، وأعداد غفيرة لم تبالي بمخاوف جائحة كورونا أبت إلا أن تحتفل بالمولد النبوي. في بغداد تجمع عدد كبير من المواطنين عند جامع ومرقد أبي حنيفة النعمان في حي العظمية، حيث الاحتفال المركزي بالمولد النبوي. نتمنى من كل السياسيين الجدد الذين تسلموا مناصب في البرلمان الجديد أن يحذوا حذو النبي الأكرم في أخلاقه، في أمانته، في نزاهته، وإن شاء الله لا عودة للفساد ولا عودة لداعش. إن شاء الله العراق واحد لا يتجزأ إن شاء الله، ونبقى أخوان. عاد الاحتفال والاحتفاء والفرح علنا بميلاد رسول الله. في قلب عاصمة إقليم كردستان أربيل في منطقة القلعة تحديداً، احتفى الأهالي بالمناسبة أيضاً. فرق إنشاد ومديح ورايات براقة انتشرت في طرقات المدينة القديمة. أصل الاحتفاء بالمولد النبوي هنا يعود إلى السلطان مظفر الدين كوكبري، الذي أشاع الاحتفال بين نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر ميلادي. تتميز أربيل في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عن بقية المدن، لأن السلطان مظفر الدين الذي حكم أربيل قبل 8 قرون هو أول من احتفل بالمولد النبوي، ومنذ ذلك اليوم أصبح تراثا عندنا نحتفل به كل عام، حيث أصبحت عطلة رسمية يخرج الناس للاحتفال وتوزيع الحلوى وسماع المدائح النبوية التي تنشد في كل مكان. هذه المناسبة، هذا الاعتناء والاهتمام بالمولد النبوي الشريف منبعه هنا في أربيل، ولذلك شعب أربيل الطيبون لا يزالون يستمعون ويظهرون مودتهم وانتمائهم إلى سيد الخلق محمد عليه الصلاة والبركات. الاحتفال بالمولد النبوي عراقيا يستمر لسبعة أيام في مختلف المحافظات العراقية، حيث يقصد العراقيون الأماكن الدينية في البلاد، بينما تتزين شوارع المدن الرئيسة والفرعية بالأعلام والرايات التي تحمل شعارات الوحدة والوئام والسلام. احتفالات هذا العام جاءت تزامنا مع تغيير جوهري تشهده الساحة السياسية والشعبية، تمثل بانتخابات برلمانية تم إجراؤها بضغط شعبي بدأ قبل أكثر من عامين. سرمد القاص، الحرة.